70 عاما بين المرجان والأمواج منذ حقبة القوارب الخشبية وصولا إلى القوارب الحديثة، عاش العم إبراهيم المدحمي بين البحار وصيد الأسماك. من زمان وأنا أبحر وهاوي البحر، من دخول البحر من عمر 18 إلى دحين 75 إلى 80 هاوي البحر. كل من في القحمة الصغير والكبير عندما يأتي الحديث عن أبو جابر فأول ما يتبادر في ذهنهم البحر والموج والمرجان والأسماك وقصصا كان يحكيها لهم. يعني هو قديم وشغال في البحر وله خبرة في البحر. أبو جابر تعلم منه، من هو أكبر مني في السن تعلم منه في البحر في كل شيء. أنا برضو لحقت على إنجازات أبوه، فالمعلم والمربي لنا في البحر. يعني مرسى القحمة كان هو الشريان المغذي لمنطقة عسير في السابق من مواد غذائية وكذلك صحية تصل من جميع أنحاء البلاد آنذاك. المرسى القحمة مرسى قديم، القحمة يعني برضو مدينة قديمة والمرسى قديم، يعني يعود تاريخه إلى عصور بعيدة قبل النهضة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يبدأ بها العم إبراهيم يومه، ومن ثم هاجيز حماسية وقت الصيد، ولكل نوع من الأسماك أهجوزة معينة تقال عندما ترى. يا ها وزيد زاد الحلان ونوك، ويس السواد الذي في العين، لا شفت ذا الناس يطرونك، سال الدموع على الخدين. يلا يا ربي يلا تكرم العبد، يلا سيد يا ابن السيد، يلا ليلة وصولك عيد، يلا نذبح من اجد، يلا. اعوام قضاها العم ابراهيم في البحر بعد ان كان يعمل مراسلا للأمارة. للعربية سلمان آل شاكر، القحمة.